أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن شكره لمصر على جهودها في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على تخفيف الأعباء على المستشفيات في القطاع. أضاف كاميرون أن العلاقات المصرية البريطانية تمثل أهمية بالغة لبلاده. أود أن أشكر مصر بعملها العظيم الذي تقوم به مع الهلال الأحمر في إطار المساعدات التي تمدها إلى غزة، أيضا العمل على تخفيف الأعباء الموجودة على المستشفيات التي تعمل في غزة، ونحن نعمل دوما على تعظيم المساعدات وأن نعمل سويا. نحن مستثمرين من كبار المستثمرين في المنطقة وفي مصر، ونود أن يستمر هذا الوضع.